أخبار الطقس. نعود مرة أخرى إلى رجائي. شكرا ياسر، شكرا حكمة. مشاهدينا، توقعات درجات الحرارة نتابعها وإياكم في هذه الوقفة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجهة البحرية وأيضا السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. هذه درجات مشاهدينا الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات. طبعا نبدأها بالقاهرة العظمى فيها 18 الصغرى 11، الإسكندرية 18 10، مطروح 18 11، بورسعيد 18 10، أما الإسماعيلية فالعظمى فيها 17 والصغرى 12، السويس العظمى فيها 18 الصغرى فيها 12، العريش 19 11، طابة 20 16، شرم الشيخ 24 14، أما الغردقة فالعظمى فيها 23 والصغرى 14، الأقصر العظمى فيها 23 الصغرى فيها 11، أسوان 23 13، الوادي الجديد 24 8، شلاتين 23 12، حلايب العظمى فيها 24 والصغرى 13. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.